السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا عزيزي الشباب. مبدئيا كده أحب أقول لحضراتكم رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، والسنة القادمة نكون في حال أحسن سواء أشخاص أو بلدان بإذن الله. زي ما عودناكم في برنامجنا إنه محوره أو موضوعه الأساسي هيكون عن الشباب، زي ما اتكلمنا المرة الحلقة اللي فاتت عن مشاكل الشباب، الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم برضه يخص الشباب كلهم. هنتكلم عن دور الشباب في المشاركة المجتمعية وكيفية أو إزاي يكون الشاب فعال أو مفيد في مجتمعه. بس خليني الأول قبل ما أبدأ أرحب بزميلي حاتم. أهلا بك يا حاتم. أهلا وسهلا بك يا بسمة، وأهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. في البداية أحب أبارك للشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة على استرجاع المسجد الأقصى لأهله، ودائما نكون سعداء لإنقاذ أرض الله الشريفة. ثانيا أدعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن نكون حريصين جدا على صحتنا خصوصا في هذه الأيام والموجة الثالثة من كورونا لا ترحم. خلونا نرحب بضيفة حلقتنا النهاردة الدكتورة هبة عبد الغني، دكتور بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتورة، شرفتينا حضرتك. أهلا بك. زي ما قلنا حضرتك في بداية الحلقة إن إحنا محتاجين نتكلم، أو محور برنامجنا عامة هيكون عن الشباب، فإحنا حابين الحلقة دي نعرف من حضرتك المشاركة المجتمعية للشباب، بمعنى إنه كيف دور الشباب في المجتمع، أو كيف يكون الشاب فعال وإيجابي في مجتمعه، أو كيف يستفيد المجتمع من الشباب. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحلة الشباب هي أروع مرحلة بيمر بها الإنسان منذ أنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيمر بمراحل متعددة. أروع مرحلة يمر بها الإنسان هي مرحلة الشباب، لأن الشاب بيكون عنده طاقة وقوة، فنجد الشاب في عنده قوة وعطاء، وهب الله سبحانه وتعالى شغف أو اختص بها، اختصت المرحلة دي بالحماس. أيوة، والقوة. وهبه الله سبحانه وتعالى شغف بتجارب، الدخول في التجارب لاكتساب الخبرات وتحقيق الذات وتحقيق الأهداف اللي يرغب فيها. تمام. وطبعا الشباب هم عماد الأمة، عماد أي أمة، وبناة حضارة أي أمة، وهم ثروتها، هم خط الدفاع الأول عن أي أمة. تمام. والأمم التي تمثل الفئة العمرية فيها، هي الفئة العمرية الأكثر فيها الشباب، تكون فعالة بشكل إيجابي. هي الأمم التي توصف بالقوة، هي الأمم التي توصف القوة، التي تكون فئة العمرية الشبابية هي الأكثر فيها. تمام. ومن هنا نقدر نعرف أو نقدر نستنتج إن الشباب بيحملوا داخلهم طاقات إبداعية متعددة، ممكن في شتى المجالات يقدروا يوظفوها في مجاله، في مجتمعهم بطرق مختلفة، لأن لهم أدوار كتير مجتمعية يقدر الشباب يقوم بيها. يعني محتاجة طاقته، محتاجة إبداعه، محتاجة رؤيته لأفكار جديدة، طبعا طبقا لمتطلبات العصر اللي احنا فيه والتكنولوجيا والابتكارات والأمور دي كلها. فنجد أن الشاب له أدوار متعددة جدا في المجتمع. نعم. فمثلا الشباب بيشاركوا في الحياة الاقتصادية، تمام، من خلال إنشاء المعارض، إقامة المعارض التسويقية. فكل ما نسلط الضوء على المنتج المحلي، التجارة والصناعة يعني المنتجات المحلية اللي بتعرض في المعارض التسويقية. فده بيؤدي إلى معرفة المواطنين بالمنتج المحلي فيزيد الإقبال عليه، فده بيساهم في الناحية الاقتصادية. كذلك مشاركتهم في الناحية السياسية، زي مشاركة الشباب في الانتخابات، وأصوات الشباب تمثل جزء كبير جدا لا يستهان به من العملية الانتخابية. تمام. كذلك مشاركتهم في مناصرة قضايا الرأي العام وقضايا المرأة وقضايا الطفل. تمام. كل هذه الأمور أو الأدوار ممكن يقوم بها الشباب في المجتمع. يعني حضرتك المجتمعات، أكيد المجتمعات اللي عندها قدرة عالية على استغلال قدرات شبابهم وطاقتهم، هي أكيد بالتأكيد مجتمعات في الصفوف الأولى من الدول المتقدمة، أو مجتمعات في الصفوف المتقدمة تكون هذه الدول من الدول المتقدمة. طيب، على المجتمع مثلا أو إحنا كمجتمع إزاي يكون عندنا، أو إزاي يكون كمجتمعنا مثلا أو كدولتنا تستغل إزاي قدرات شبابنا في إن هي تبدع أو تطلع يعني منهم أحلى أحسن حاجة، أو نبدع في مجالات متعددة إن إحنا نوفر للشباب
الدخول في هذه المجالات. احنا قلنا زي ما احنا قلنا دلوقتي ادوار كتير متعدده لا سبيل لحصرها هنا في مجالنا دلوقتي، لكن ان هي الدوله توفر للشباب الدخول في كل المجالات المنوطه بالشباب، هناخد منهم طاقتهم، هيقدروا يفيدونا ويعود علينا من افكارهم وابداعاتهم مثلا في المبادرات، اسف للمقاطعه، المبادرات الاعمال التطوعيه. ايوه ازاي ما انا لسه كنت هقول لحضرتك، يعني الشباب دلوقتي بداوا يشاركوا او بدات تنشط عمليات انواع من الاعمال التطوعيه. ما هي هذه الانواع؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، الاعمال التطوعيه اللي بيقوم بيها الشباب دلوقتي في الفتره الحاليه امر جذب انتباه الناس. يعني احنا بدانا نشوف اعمال تطوعيه كتير زي مساهمه الشباب في مؤسسات المجتمع المدني زي الجمعيات والمؤسسات الخيريه. تمام. هل حضرتك انت دلوقتي بتقولي بتتكلمي عن العمل التطوعي وعن الشاب ملزم عليه العمل التطوعي، هل العمل التطوعي او اني او الجاء الشباب للعمل التطوعي هو من واجبات عليهم، يعني الزاما على كل شاب انه يكون له عمل تطوعي في مجتمعه؟ هو المفروض هو لازم يكون له عمل تطوعي من خلال احساسه من واجبه تجاه مجتمعه، من واجبه تجاه مجتمعه لازم بيتخلق عنده الاحساس بالعمل التطوعي، لانه يفرض لأنه على نفسه له حقوق في المجتمع وعليه واجبات. نعم. فمن واجباته للمجتمع تجاه مجتمعه انه يقوم باعمال تطوعيه تعود على مجتمعه بالفايده بالخير. تمام. فالاعمال التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب في الوقت الحالي بصراحه يعني عاجبه الناس، يعني وبصراحه بتبين ان احنا عندنا نوع من الشباب، مش كل الشباب شباب مستهتر زي ما احنا واخدين فكره، او شباب مش حاطط المسؤوليه في دماغه. لا، الاعمال التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب زي مثلا اعمال تطوعيه اللي شغلت السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت دي، مثلا مبادره جبر الخواطر ديت، ازاي بتدخل السعاده والبسمه على ولو بالشيء القليل البسيط الابتسامة. على ابسط حاجه. طيب يا دكتور، حضرتك يعني اقحمنا الشباب في مجالات عديده في الاعمال التطوعيه وحققوا مجالات، ده هيفيد مجتمعنا في ايه مثلا؟ لا، مع المجتمع هيرقى لما انت تلاقي في مجتمعات بيزيد فيها العمل التطوعي. تمام. ويجي والشباب هم اللي بيقوموا بالادوار دي، هيعود على المجتمع والافراد اكيد بالخير بالنفع. ليه بقى؟ لان الامور التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب هو قايم بها من تلقاء نفسه، مش منتظر منها مقابل مادي او مقابل، هو قال انه طالبه مقابل معنوي، بيشوفه في عيون الناس او بيحس ان هو بيعمل حاجه كويسه، ويشوف مجتمع راقي، سبب لمسه التغيير في مجتمعه، دولته متقدمه، بيكون هو سبب في لمسه التغيير دي. يعني بيكون هو سبب ده، فهو يحس ساعتها انه بيأدي واجبه المفروض عليه تجاه وطنه. طب هل الشاب لما يكون ناجح في العمل التطوعي او يثبت جداره او يلمس في العمل التطوعي ده هيشجعه اكتر انه يكون ناجح في مجال عمله، ولا الشاب مثلا اللي ما كانش ليه سابق تجربه في العمل التطوعي مثلا واقحم في مجالات شغله؟ لا، اكيد طبعا اللي بيدخل في مجالات تطوعيه بيحتك بالناس وبيحتك وبيكتسب خبرات حياتيه كتير بتساعده بقى في عمله، وبتساعده بعد كده ان هو يطور من عمله في سواء في مجاله، لو طبيب، لو مهندس، لو معلم. كل الاعمال التطوعيه اللي يقوم بيها اكيد دي تعود عليه بالخبرات اللي تساعده في مجتمعه اللي هو في عمله اللي هو بيؤديه في المجتمع ودوره في المجتمع اللي هو يعني من اهم النتائج للعمل التطوعي للشباب اكتسابه خبرات لسوق العمل، لسوق العمل، لسوق العمل. اكيد هتفيده، اكيد هتفيده وهتعود عليه بالنفع. تمام. من المبادرات برضو الاعمال الخيريه التطوعيه للشباب فعل الخير. تمام. واحنا في رمضان دلوقتي في شباب مجموعات كتير شنط بتوزع شنط رمضان. ايوه، ما هي دي اعمال تطوعيه المنوطه بجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللي هم في شهر رمضان دلوقتي متمثله في شنط رمضان او كرتونه الخير او كده، لكن هي موجوده على مدار السنه في اعمال كتير زي توصيل المياه للقرى النائيه البعيده، بناء المنازل، ايوه، تثقيف المنازل لهم، انشاء خزانات مياه لهم عشان توصيلات المياه، اول خزانات مياه. فكل ديت امور موجوده على مدار العام. قبل حضرتك طبعاً. بس ما تكوني جاوبتي على مجالات العمل التطوعي، عايزين نعرف انواع العمل التطوعي اللي بيها الشخص ممكن يؤديها. يعني انواع العمل التطوعي، يعني عندي مثلا العمل التطوعي في مجال الصحه،
في مجال الصحه، نشر الوعي الصحي خصوصا في هذه الايام، خصوصا في المراحل اللي احنا فيها دي وجائحه كورونا. نجد ان الشباب قاموا بمبادرات كتير، من ضمنهم مبادره اسمها شباب مصر تقريبا، قامت بدور كبير في دعم السلوكيات التي من شأنها تمام معالجة الأمور اللي خاصة بجائحة الوعي ونشر وتعمل على زيادة الوعي ونشره بين المواطنين عشان ندعم سلوكيات الوقاية من فيروس كورونا. تمام. فكمان هم قاموا بالنشر والنشر الوعي الصحي دوت في كتير قوي من المحافظات. المبادره دي على وجه التحديد يعني مبادره شباب مصر قاموا بها في كثير من المحافظات تقريبا، ممكن وصلوا 18 محافظه وكده. كمان الاعمال التطوعي الموجود على مدار السنين مش بس الفتره ديت في العمل الصحي، التطوع بالتبرع بالدم. التبرع بالدم ده مبادرة موجودة طول السنين اللي فاتت، احنا اقرب وقت شفناها ايام حادث قطار سوهاج. تمام. بعد اقل من ساعات كان متواجد شباب متواجدين واقفين طوابير كده علشان يتبرعوا بالدم. ايوه بالظبط كده، عشان اسقاط الحادث الاليم اللي حصل. فكان ده دور ايجابي قام بيه الشباب من غير ما حد يفرضوا عليهم، من غير ما حد يطلبوا منهم، هم قاموا بدورهم لوحدهم، هم فهم عارفين ايه الواجب عليهم بيعملوه. تمام. فدي من الاعمال التطوعيه النشر الوعي الصحي في المجتمع. طب حضرتك هل من خلال نشر الوعي الصحي يعني نقتصر بس على الدكاتره من الشباب فقط، ولا يمكن لاي شخص ان ينشر الوعي الصحي؟ يعني يمكن لاي شاب خارج مثلا عمله او دراسته، ولا هو حكر مثلا على الاطباء؟ هو مش حكر على الاطباء، لكن يكون في منصه اعلاميه صحيه نستقي منها المعلومات الصحيحه عن الوعي الصحي. يعني يقوم الشباب بإطلاق منصة إعلامية فيها معلومات صحية صحيحة، لأن مش كل الناس تقدر تفتي في الصحة. عشان اخد الكلام صحيح لازم يكون جاي من مصدر موثوق منه. فإطلاق منصة عنده معلومة إعلامية عنده خبرة سابقة صحية فيها معلومات صحية موثوق فيها. نعم. هي ديت اللي نقدر ناخد منها المعلومات الصحيحه. لكن انا هقول اي حد يروح يتكلم في الصحه متهيألي لا غير لائق. يعني الامر الثاني ان كمان يكون الشباب ممكن يديروا او ينشئوا لجان لاداره الازمات. بعد اذن حضرتك يا دكتوره معانا مداخله من المهندس ايمن. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقه ان احنا بنشكركم كتير جدا على البرنامج الجميل اللي انتم قايمين بيه ده. العفو يا فندم. ونشكر مؤسسه البرنامج والقايمين عليه. العفو يا فندم، ربنا يكرمك. الحقيقه حلقه متميزه جدا وفي موضوع في غايه الاهميه. شكرا جدا لحضرتك، ربنا يكرمك. الشباب في تنميه المجتمع والنهوض دي حاجه مهمه جدا في الفتره الحاليه. شكرا جدا. ويا ريت حضرتكم تسلطوا الضوء اكتر على ظاهره مشاركه الشباب في حلقات جبهه خواطر. يعني احنا اليومين دول على السوشيال ميديا ملاحظين الموضوع ده كتب بشكل ملحوظ وهو جديد علينا كمجتمع يعني. والحقيقه حاجه متميزه جدا ان هو الشاب بيحس بالسرير ويكبر بخاطره. فيا ريت تدونا يعني ضوء اكتر على هذا الموضوع. ومره ثانيه بشكركم وبشكر المذيعين وبشكر الدكتوره هبه. شكرا جدا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك على مداخلتك. ربنا يكرمك. زي ما المهندس ايمن قال دور الشباب مبادره جبر الخواطر، كلمينا حضرتك عنها وعن افادتها مثلا. والله انا شفتها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. بصراحه دخلت انا عليا شخصيا يعني من خلال ما انا شفتها دخلت عليا البسمه الفرحه ان الشاب ده يكون واعي بان هو مجرد ان هو يوصل الفرحه او يجعل الفرد اللي قدامه يبتسم او يشيل يرفع عنه عبء من اعباء الحياه ولو بقدر مادي بسيط. يعني قبل يعني من ان يكون عمل تطوعي هو اصلا ديننا يامرنا بكده. اكيد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا وديننا الاسلامي حسنا على الاحساس بالغير.
على احساس قبل ما يكون عامل مساعده الغير او مساعده الغير. فالاعمال البسيطه ديت اللي هم قاموا بيها شباب متعدد قاموا نتيجه فيديوهات، يعني بنشوف فيديوهات بسيطه كده على السوشيال ميديا، قاموا بفقرات بسيطه لكن عملت نوع من نشر السعاده، نشر احساس الشباب بالافراد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه في حديث فيما معناه من فرج كربه عن اخيه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. نعم. اكيد طبعا. فده دور بصراحه كان عاجبني جدا، وهم منهم من نفسهم، محدش فرض عليهم ان هم يقوموا بالدور ده ولا حاجه، لكن هم من واقع احساسهم بمجتمعهم ان هم عايزين يعملوا اي تغيير في المجتمع، او ده اللي احنا كنا بنقوله ان الشباب له دور فعال وايجابي. ايوه، ان الشباب يكون له دور فعال وايجابي من غير ما حد يفرضه عليه، من واقع احساسه بواجبه تجاه مجتمعه. تمام. فيعني الامر ان شاء الله يكون في ميزان حسناتهم اولا، وارغب ان يكون الامر ده ينتشر وياخد بقى اشكال تانية، مش مجرد ان احنا في رمضان و ننشر فيهم نحاول نحن ننشر السعاده او نفرحهم بس، لا ده يكون ده طول السنه، لان الامر مش مقتصر بس على شهر الكريم، لكن يا ريت يفضل بقى اشكال من دي كتير طول السنه بمختلف المسميات بمختلف الاشكال، يعني امور كتير تكون من على هذا المنوال، يعني في جبر الخواطر ان شاء الله. كمان برضو حضرتك من انواع الاعمال التطوعيه مثلا، ان هو يعني منظمات المجتمع المدني هتفيد ايه في ايه في الاعمال التطوعيه مثلا؟ والله ده مؤسسات المجتمع المدني بتقوم بدور كبير جدا بصراحه، يعني مثلا في كل الاتجاهات بتشارك في المجتمع، يعني مثلا لو على قد ان هم مثلا يعاونوا الناس ماديا، فهم من خلال التبرعات الماديه بيعاونوا الناس بالتبرعات الماديه، من لو توفير ملابس مثلا، توفير ال توفير الامور الماديه الخاصه بالناس، الاكل والشرب، الاحتياجات الاساسيه الضروريه للناس، المجتمع مؤسسه المجتمع المدني بصراحه هي بتقوم بدور. وانا بصراحه يعني انا يعني عن قرب كده يعني بشوف وبراقب مؤسسه من المؤسسات ديت، بلاقيها بتقوم بدور كبير جدا وبتدعم افراد واسر كتير جدا على مستوى حضرتك. انا اعرف يعني الناس على مستوى الشخصي في المجتمعات دي والمجموعات دي بتساعد الناس في وصلات الميه، اسقف، في جمع تبرعات، جهاز عروسه، تمام، بيزوجوا الايتام، ايوه بيعملوا الأيتام. بصراحه هم بيدعموا الاسر بشتى الطرق في مجال مختلف المجالات يعني. يعني اتمنى ان مؤسسات المجتمع المدني تزيد، وما يبقاش ما تبقاش مثلا مؤسسه او مؤسستين هم بس الظاهرين على الشاشه او معروفين، لا احنا اتمنى ان هم يزيد، مؤسسه المجتمع المدني تزيد، عشان نتيجه جائحه كورونا بقى عندنا نوع من البطاله كتير. نعم. وبقى في شباب عندنا قاعد من غير شغل ومن غير مورد دخل له، فده هيؤدي ان هيحصل عندي بقى اثر على كتير هيأثر على اسر، اثر على المجتمع واثر على الدوله بالظبط، وهيأثر على المجتمع. نعم. بالسلب. بعد اذن حضرتك يا دكتوره، مداخله من استاذه مريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذه بس؟ ازي حضرتك يا استاذه مريم؟ رمضان كريم. الحمد لله بخير والله. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. رمضان كريم عليكي وعلى الاسره. وعليكم يا رب، يسعد عليكم بخير يا رب. يا رب ان شاء الله. معلش كنت حابه بس اسال سؤال، هو التعاون على السوشيال ميديا دلوقتي بقى هو الصح؟ التعاون على السوشيال ميديا هو الصح؟ يعني هل تقصدي مثلا ان الشباب يكتفوا بالعمل التطوعي على السوشيال ميديا، ما ينزلوش مجالات، ما يكونش في احتكاك بينهم يعني وبين الناس تقصدي؟ يعني بين الشباب دلوقتي بقى كل حاجه على السوشيال ميديا، هو ده الصح دلوقتي؟ لا يعني هو السوشيال ميديا مجال لنشر العمل التطوعي اللي هم بيقوموا بيه. يعني هو عايز ينشر ويحث الاخرين على ان هم يعملوا زي ما هو عمل، بيحسهم على مشاركته في العمل ده، تمام، فهو دي مجال للاعلان وجال للنشر فقط لا غير، لكن هل هو بيساعد او بيعمل عمل تطوعي عبر السوشيال ميديا؟ لا، هو بيعمل على ارض الواقع. لا، هي تقصد مثلا حضرتك اكتفائه بالعمل التطوعي على السوشيال ميديا فقط، هل هو يكون يسمى كده عمل تطوعي فقط، ولا لابد له من احتكاك في المجتمع يعني؟
ان هو زي ما بتقولي كده مثلا حضرتك ينزل الكرة في الاسقف والحاجات دي؟ ما هو اساسا بينزل، ما هو من الارض الواقع، هو من المجتمع. يعني لا يكتفي العمل التطوعي في الشارع وبيلاقي حد قاعد في عز المطر، سيده المطر وسيده القطار والحاجات دي كلها اللي احنا شفناها، او سيده المطر لما صوروها تمام، هي دي كان جايبها فين؟ كان من على السوشيال ميديا؟ لا هو جايبها من ارض الواقع. ايوه تتقابل معاها السوشيال. لا دور، لا دور كبير في دور النشر، دور النشر هي بتنشر وبتوثق العمل ده، او تمام كونها بقت بتوصل لعدد اكبر من الناس. بالظبط كده، لان هو الهدف منها حث الاخرين على مشاركته العمل التطوعي. يعني انا لما اشوف شاب نزل وعمل جبر الخواطر ودخل البسمة والسعادة على الناس في الشارع، انا كشاب زيه اقول طب ما انا اعمل زيه انا كمان. نعم. طب انا عرفت منين بقى؟ انا عرفتها من طريق السوشيال ميديا. مثلا لما الشاب يلم تبرعات، فهو لما ينزلها سوشيال ميديا وكله يرى، المتبرع اصلا واللي يشوف ان فلوسه ما راحتش كده وخلاص، لا دي راحت للمستحق، راحت أو فلوسه اترجمت مثلا اشتروا بيها مثلا اجهزه تنفس صناعي، انابيب اكسجين لمرضى الكورونا، المرضى الموجودين في المنازل. فده في دعم كمان لمعاونه للمستشفيات، لان المستشفيات زي ما انت عارفه تيجي طاقتها بتقف عند حد معين. وقلنا للمرضى ان هم يقعدوا في البيت، بحيث ان كل من يعني يشتبه في نفسه يقعد في البيت وياخد العلاج في البيت. فلما الشاب ينزل يوفر اجهزه تنفس صناعي للمرضى في البيت، او يوفر لهم انابيب اكسجين، تمام، ده على ارض الواقع مش على السوشيال ميديا. لكن مجرد السوشيال ميديا هي مجرد مكان للاعلان او كلام حضرتك برضو نشر. انا بشوف ان المبادره اللي الشباب بيعملوها مثلا ان هو توفير الادويه لمرضى كورونا، هي دي من اكتر المبادرات اللي احنا محتاجين لها في الوقت الحالي. اكيد مجتمعنا محتاج لها وبلدنا محتاج لها في الوقت الحالي. بالظبط، لان زي ما احنا قلنا كده فيها معاونه للمستشفيات. كان بدل ما المرضى بيقدسوا في المستشفيات، تمام، المرضى قعدوا بيقعدوا في البيت اللي بيشتبه في نفسه، تمام، وبنوفر لهم اجهزه التنفس الصناعي، بنوفر لهم انابيب الاكسجين، ده كله عن طريق شباب. انا بشوف على الجروبات وبشوف على في السوشيال ميديا ناس كتير قوي بتوفر وبتدعم هذه المبادرات من الشباب. فدي حاجه من الواقع وليس على السوشيال ميديا. زي ما بقول كده، السوشيال ميديا مجرد مكان لنشر العمل التطوعي، وبخاصه الكره. يعني عايزين نهتم شويه بالكره، لان الكره دلوقتي بتعاني من قله الاكسجين وقله والمستشفيات. يعني اكيد امكانياتها قليله خالص في الكره. الشباب بقى لما يشوفوا الاعمال التطوعيه اللي زمايلهم بيقوموا بيها، هو كل واحد يعني هيلاقي نفسه عليه واجب قصاد اهله. بكلم حضرتك في الكره، بخاصه صعيد مصر، مثلا محافظه زي محافظه سوهاج. تمام. يعني محافظه سوهاج اتدمرت حرفيا. بالظبط، هو كل المحافظات تقريبا في مجتمعنا في ظل جائحه كورونا بقينا محتاجين للعمل التطوعي. فاحنا بندعي الشباب ليه بقى؟ لاستخدام المزيد من العمل التطوعي. ندعوهم وتوفير كافه احتياجات الكرة واحتياجات صعيد مصر واحتياجات مزيد من العمل التطوعي في شتى المجالات. نصيحه بقى من حضرتك في اخر حلقتنا للشباب عن الشباب بصفه عامه. والله انا عايزه مزيد من الاعمال التطوعيه اللي بيقوم بها الشباب، لان النماذج اللي بنشوفها دي من الشباب بتدي امل في المجتمع. شكرا امل للمجتمع. شكرا لحضرتك وشكرا لكل مشاهدينا ومتابعينا. شكرا، واستنونا في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج عز الشباب. شكرا لحضرتك يا دكتورة. شكرا.